إلى ربه ورضي بما يختاره له، أمده فيما يختاره له بالقوة، له بالقوة عليه، أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. سبحان الله العظيم، لو انت فوضت ربنا ورضيت، ربنا سبحانه وتعالى يعتني بك بقى. عناية الوالد الشفيق بالولد الحبيب. احيانا يجي ابنك يقول لك يا ابي انا عايز اشتري دي، تقول له لا يا ابني خد دي، معلش انا عارف اكتر منك ومجرب فخد دي، وتقعد بقى تقول له ايه، شوف دي فيها فوائد كذا وكذا وكذا وكذا، شوف شوي شايف دي تنفع في كذا وكذا وكذا، وشايف التانية دي فيها خطر كذا وكذا ومضرة كذا وكذا، وتفضل معاه توري له منافع دي وتصونه ان هو ينتفع بيها، تساعده. كذلك لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لما ترضى تفوض لربنا انه يختار لك وترضى باللي اختاره لك، يقويك ويعطيك العزيمه ويصرف عنك الافات اللي هي تفسد عليك الاختيار الله عز وجل لك، ويوريك حسن عواقب الاختيار لك، يخليك تسعد بما اختار لك اكثر من سعادتك بما اخترته لنفسك. ومنها من فوائد الايه وهي الاخيره انه يريحه من الافكار المتعبه في انواع الاختيارات. اخطر شيء يتعبك في الدنيا انك تختار. عشان كده احيانا لما تقول لزوجتك ولا لبنتك تختاري دي ولا دي ولا دي، تقول لك صراحه يعني ايه انت حيرتني، اختار لي انت. فالانسان لما يفوض ربنا في ان الله عز وجل يختار له، يريح دماغه، يا رب اختار لي. دايما اتعلمت من صغري الدعاء ده، رب خير لي واختار لي، فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. يا رب، رب خير لي واختار لي، فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. فالإنسان إذا ريح دماغه من الاختيارات والتدبيرات، قال له إيه؟ لا تدبر لنفسك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. سلم، يريح دماغه بقى من الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. ومع هذا بعد ما يختار لنفسه ويدبر لنفسه في الآخر لا خروج له عما قدر الله عليه. هو اللي ربنا قدره هو اللي يكون في النهاية. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. لو سلم الاختيار ربنا ورضي بقضاء ربه وقدره، ينزل القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه، مش أنت اللي اخترت؟ روح بقى. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيسير بين عطفه ولطفه. الله.
اللهم اكتنفنا في قضائك وقدرك بين عطفك ولطفك. اللهم اكتنفنا في قدرك بين عطفك ولطفك. اللهم اكتنفنا في قدرك بين عطفك ولطفك. فيسير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهين عليه ما يقدر، يرضيه بما يقدر. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رد. مشكلة كبيرة إن كل ما تحتال في رد القدر، احتيالك في رد القدر ده هو اللي هينفذ القدر، لأن هو ده المقدر عليك إنك تحتال عشان ينفذ. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رد. فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة. فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. يا رب نفهم، اللهم فهمنا، اللهم علمنا، اللهم رضنا، اللهم اقدر الخير لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم دبر لنا، اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنزل على قلوبنا برد السكينة والصبر والرضا. اللهم نور قلوبنا باليقين حتى نحب ما تحب ونرضى بما ترضى. اللهم إنا نسألك أن ترضينا بما يرضيك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالوا لنفقه القضية.